في حراسة المرمى البدوي أيمن بن محمد، نسيم هنيد، ياسين مرياح، الياس صخير، الفرجاني ساسي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد العراق في رادس بعد كرواتيا. وبداية المباراة والكرة الأولى لمنتخب رادس. إذا تتابع محاولة اختراق الكرة ناعمة لسليتي على الريوق اليسار، ما ثماش التسرع العرضي داخل منطقة الجزاء. ايضا الفرجاني ساسي اساسي اليوم وحذاري من الكره البولنديه، يطلع ايمن بن محمد بالراس ما ياخذهاش ياسين مرياح في التغطيه. ياسين نخلي صفر في الكره ياخذها، نعم بكره امسك 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 على دفاع المنتخب البولندي. سليت سليت سدد السليتي ومقطوعه من فريدريك سابيمبا وترجع حذاري من المرتدة. اليوم ضد منافس افريقي 100% يعني يمكن يشبه للمنتخب في البطولة، ياخذ فرصته كاملة حظه مع المنتخب الوطني التونسي. ممتاز الياس صخير للكرات، ايضا البحث عن الوصول المرمى فاروق بن مصفى مثل هذه المواجهات الملعبية. بدوي على اليمين، بدوي يفكر بالتوزيع، وزع الكرة إلى طه ياسين الخنيسي طويلة. المنتخب الوطني التونسي ذي كرة أمير بن محمد وأحمد الغندور. احمد الغندور الحكم المصري يزفر مخالفه لصالح ايمن بن محمد، حب يتوغل على الجلوس. واقعيه في مباراه وديه والاهم الانتصار للمعنويات في الوديات. يوسف المساكلي، يوسف 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 المساكلي داخل منطقه الجزاء. نتين الخنيسي ويجب المنتخب الوطني التونسي لكن نجم سجلوا على المهارات الفرد. في قادم الدقائق يتمكن منتخبنا من هز شباك منتخب بوراتي. دائما سيرة بسام 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 فيها ضربة جزاء، فيها هذه ضربة جزاء، فيها ضربة جزاء لكن الحكم ينضرب. المنتخب الوطني التونسي رعيما لسليتي، رعيما لسليتي كورة ضايعة. هذه الفرصة اللي ضيعها طه ياسين الخميسي ممكن كان ينجم. ومباريات كما هكا فرصة لمنتخبنا، لجمهور منتخبنا للوقوف. قبل ضربة البداية من الكان، كرة من أيمن بن محمد على الجهة اليسرى موجود بن محمد، وهذه باليسار من بسام ومش بعيدة. التصويبة اليسارية. أكثر من 20,000 متفرج، هذه كرة خطيرة لصالح المنتخب البولندي. يخرج حارس مرمى المنتخب التونسي. المباراة الثانية كانت في كرواتيا والمنتخب الوطني التونسي كان فاز على وصيف بطل العالم. يوسف يوسف الفرجاني، فرجاني التصويبة والتألق من حارس منتخب هذا المنتخب في التصفيات. منتخب من اليسار الجاري اليمين، هذا رعيمة نسيتي. الخطورة من نعيم الركنية، خطورة متواصلة من الجناح الطائر نعيمة نسيتي. سلامات، تعرض لإصابة في الكرة الأخيرة، الركنية الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي. دائما واضحة أمامكم على القناة الوطنية الأولى، وهذا المطلوب، هذا المطلوب للأمانة من جماهير المنتخب. وهاب الخزري وأنيس البدري ممكن أسماء تاخذ فرصتها في الشوط الثاني. هذه الركنية البولندية إن شاء الله تمر سلامات. الكرة دفاع المنتخب الوطني التونسي، التنفيذ والتوزيع. ميزة وصول الأفضل ترتيب على مستوى العالم، وصول باش يكون 96 عالميا. أتحدث على منتخب وجهة اللعب، وجهة الكرة على اليمين، ياخذها الرامي البدوي، يعمل مراوغة أولى. لطه ياسين الخنيسي يضيع عليه، يضيع الكرة ويرجع ياخذها، والحكم ماذا يقول؟ تم الدفع من طه ياسين الخنيسي. ضاعت الكرة على طه ياسين الخنيسي، كان في ينفذ الركنية. هذه كرة بالراس حذاري، مرت سلامات، مرت سلامات، ويعاوننا في باقي المقابلة في توقيت 37 تقلع في هذا في المساحات، يضيق في المساحات على ملاعبية كيما المساك لسليتي واصرار فيه. وهنا 2019 نفهموا ان الامور تغيرت. هذه كره لخنيسي وثم مخالفه وثم الانذار. يتدخل الغندور، كره سريعه في اتجاهه، وثم اسماء بنك البدلاء اكيد الكل باش ياخذ فرصه المخالفه. يوسف المساكني ويتدخل حارس المنتخب البولندي، يحط الكرة في الركنية. فرصة كبيرة من ضربة مخالفة. بسام ولا بسام بسام، قد يفعلها المنتخب التونسي، قد يفعلها صخيري، قد يفعلها الياس. أمامكم مع الصورة، بسام قاعد يعمل في مباراة ممتازة لحد الآن. بسام فيها ضربة جزاء، فيها ضربة جزاء، ضربة جزاء لتيرياح
ياسين مرياح على العرض، على العرض، ضاعت عليك ياسين مرياح على العرض. ياسين مرياح شنو مرياح ممتاز. يوسف للسكني، لمحه فنيه، لوحه يرسمها الفنان يوسف. يلزم تعديل الاوتار. الان جيراس ترجع الكره، ماذا يقول الحكم احمد الغندور؟ رميري في ملعب الاسكندريه وينهيها احمد الغندور المصري. يعلن زي ما دورة ضيعها ياسين مرياح في دقيقه 45 وانطلاق الشوط الثاني، لكن تبقى النتيجة على حالها صفر مقابل صفر مع ارتفاع سار المنتخب الوطني التونسي هنا في مدرجات ملعب اولمبي رادس اكثر من اين المعادة داخل منطقة الجزاء. دي كرة للمنتخب الوطني التونسي ويتدخل الغندور والراية المرعطار يربح المساحة. الكرة داخل منطقة الجزاء الحرثية إلى جانب نسيم هنيد وخروج ياسين مرياح. ياسين مرياح مدافع اولمبياكوس. الكرة حذاري، حذاري من براندي، حذاري كاديو باغت، لكن مشات الكرة في دين الحارس فاروق بن مصطفى. كاديو باغت المنتخب البوراندي، كرة منتخب بوراندي. إذا مع ثلاثة تغييرات جديدة إن شاء الله الأداء يكون موجود. هذه كرة ياسين دعيمة سليت، سليت التمرير ممتاز، التمرير ممتاز من محمد، التوزيع بالعمق ومقطوعة من الدفاع. في قدم الدقائق على الجيريس. هذه كرة لنعيم السليتي، حافظ على الكرة في السليتي، يستعد للتنفيذ. كرة داخل منطقة الجزاء، تصويبة مرت أمام. مطلوب أنه ضغط دماء جديد. هذه كرة واجدك شريدة، واجدك شريدة يوزع داخل منطقة الجزاء من أيمن بن محمد، ثابت في التغطية، يعود إلى الدين. تعرضوا للإصابات، إن شاء الله نكملوا التحذيرات بالعدد. اليوم في تنفيذ الرمي التماس في ستون، يطلب في الكرة، يضرب بالراس نسيم هنيد مرة. إن شاء الله يوسف ليه. هذه كرة نعيم السليتي عالية عالية عالية، كرة نعيم السليتي كانت ممكن تكون ثابتة لولا من يوسف. كم صبا هذا التغيير اللي صار في اللحظة هذه. جري واضح أنه الفرجاني غير جاهز 100% وحذري. بسام الزرافي ينطلق، بسام، وماذا يقول الغندور؟ ماذا يقول الغندور؟ ماذا يقول الغندور؟ احمد تم ان شاء الله الكره في شباك بوراندي. هذه كره عاليه بعيده بعيده يا بسام، بعيده يا بسام. يا اسرار في كورتك على بن محمد، يفسخ المدافع الحرفيه، ارضيه، الكره الثانيه، الهدف الأول، الهدف الأول. طه ياسين الخميسي يفتتح باب التسجيل، يرسم البسمة على شفاه التونسيين، على شفاه جمهور المنتخب الوطني التونسي. كرام هنا في ملعب أولمبي رادس، وفرحة كانت كبيرة لأنصار المنتخب في مدرجات ملعب أولمبي دويندا. محمد عنده الكرة أميسي، عداري من مرور مارك اللمتي، هنا وجهك شديد، هذا لعبك يا منتخب. يلا انيس، انيس البدري تمهيد طويلة، ثم الثانية الضغط من بوراندا، عداري بون. ذهابا وإيابا، واحد واحد، منتخب فرض على المنتخب المالي الوطني التونسي. وجدي كشريدة، كشريدة، كشريدة العرضية، الكرة الثانية ما ياخذهاش. الضغط الدفاعية اللي تقوم بها دير التقصيرة. يوسف، يوسف مساك من قريب من الثاني، يظهر النمس في الكرة الأخيرة الفنان اليمين كشريدة. يوسف المساكني، هل يكون الثاني؟ يضرب البدري المرة هذه مشي خير برشا من الشوط الاول. عدل الاوتار الان جيراس، والان جيراس اكيد ضد العراق، هدفين مقابل صفر ضد كرواتيا، وصيف بطل العالم، هدفين مقابل هدف. وهذه مره هذه في الشبكه، هذه في الشبكه، هذه في الشبكه. باغت فاروق بن مصطفى، باغت فاروق بن مصطفى، يعدلها المهاجم، يعدلها لاعب المنتخب البوراندي. امامكم على الصوره، سددوا باغتنا وباغت فاروق بن مصطفى والعمد. سيكون التغيير القادم. هذه كرة للمنتخب الوطني التونسي، نذكر مغلوب بين الخطاف والنصر
الخطاف البورندي. ترجع الكرة للركنية والغندور. ماذا يقول المخالفة بالفعل؟ المخالفة بالفعل لصالح المنتخب الوطني التونسي. لصالح الولاح. نعيم السليتي في التنفيذ. يلا نعيم، نعيم السليتي هذه كرة. السليتي هي في رعاد، أخذ الكرة الأولى، عمل المراوغة الثانية والثالثة.